الأسرع طلعت أريته. أريد شو له؟ أري المكتوب اللي بعدته. أي مكتوب؟ لك المكتوب اللي بعدت له إياه وما عاد عرفت وينه. آه. وكيف عرفت؟ اليوم شفته، هي مخبيته بجزدانها. بجزدان مخبيته؟ والله. تعرف هذا الكلام شو معناته؟ لا ما بعرف، وخايف اسألك عن معناته. طالما خبيت المكتوب معناته هي بتحبني كمان، وبجوز خافت يوقع بإيد عاصم فخبته. لا مو هيك أكيد، يعني إذا كانت خايفة منه كانت حرقت الورقة وما احتفظت فيها لهلأ، بس هي ما عملت هيك، خبت الورقة بجزدانها. أحمد ممكن نحكي شوي مع بعض؟ لا قوم شوف ما نحكي بعدين. لميس أحمد رؤوس اسمعني شوي. أول شي بعتذر، ما قدرت أنك حامل هاي المسؤولية ومتضايق علينا. لا تقولي هيك لميسة، المفروض أنا أعتذر. طيب روء، أنت كمان بحق لك تغلط مثلنا. أنا مو من حقي حاسبك على هالشي، وكلياتنا عم نغلط، ومشان هيك آسفة. أنا دائما بفتخر فيك وبأخواتك، ما تنسى هالشي سواء دخلت أو ما دخلت على الجامعة. أنا بفتخر فيك لأني بعرف أنه أنت من جواتك شو. ممكن ما تنسى هالشي، بس إذا بسمع أنه قدمت مادة عن حدا والله العظيم بدك تقتليني. أكيد هلأ بعد الكفية اللي أكلته أكيد ما عاد استرجي. سكوت ولا والله مو بقصدي. لميس ما بقى رح عيدها ابدا، هذا وعد، وبدي سجل بالجامعه. عن جد حتسجل؟ فيني اشتغل وادرس شو فيها، وبطالع مصروفي. شو رايك؟ وهيك بدي تعمل. بكفيني تكوني انت واقفه جنبي لحتى اتحمل اي شيء. قوم من قلع، ضلك تخليني ابكي، قوم من هون يلا. طيب يلا رح قوم.